المهور غلاء المهور غلاء المهور يتنافس الناس. إذا كنت عندك بنت تراها غالية فهي أغلى من غالية، أغلى من كلمة غالية. لكن عبد الله هذا مهر للزواج، ليس بيع وشراء. أنت زوجتها ما بعتها، ما بعتها في بيعها لا يوازنها الذهب، لكن أنت زوجتها، أنت أكرمتها، فارضى بما قسمه الله. غلاء المهور معوع لكثير من الناس، ينظر إلى المهر وبالذات في وقت الأزمات وبالذات عند الفقراء والمساكين، من عنده مال من عنده كذا. لا تجعل الناس سواسية، لا تنظر إلى ذاك وذاك، انظر إلى النصيب، انظر إلى من رزقه الله بهذا الزواج. يسر يسر ولا تعسر. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر بالتيسير وعدم التعسير. يسر ولا تعسر.